شفاه وحياتنا ما يعلم بها الا ربنا. مش عارفه اروح فين. يعني لما انت راجل وبتقول لي كده امال انا البنت اعمل ايه؟ بدل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترمين اليوتيوب. هبه حسن الفيديو اللي بدا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام وهيكون الترند في الفتره القادمه. هناك بنات بتدنس شرف اهلها وفي بنات بترفع شرف اهلها. يمكن هبه حسن اللي حاصله على ليسانس اداب بنت مدينه ومركز برج البرولوس محافظه كفر الشيخ ضربت اروع الامثله في النهوض والمسانده لابوها. لا معايا واحد يقف في ظهري ولا معايا مسؤول ولا انا بنتي مسؤول. انا اللي بعمل فيها كده ليه؟ عشان انا بنت راجل غلبان وفي اهلي. عشان انا ابويا غلبان يحصل فيها كده؟ بس ده ابويا اسيبه يتبهدل، اسيبه يموت قدام مني. وابويا الاخر ده انضف من اي واحد شفته في الدنيا، سايب كل حاجه وماسك في بنطلوني. انا ما كنتش عايزه اطلع اتكلم، والله العظيم ما كنت عايزه اطلع اتكلم. الراجل يمكن على سن المعاش عنده بيت صغير يا ساده معروش بالعروق الخشب. اكيد حضراتكم عدد كبير جدا منكم مش هتعرفوا البيوت دي لان البيوت دي انقرضت، وسبب تواجد البيوت دي لحد النهارده عدم مقدره اصحابها على الهدد او البناء بالبناء الجديد. البنت دي طلعت على السوشيال ميديا ونشرنا فيديو قبل كده، لكن الفيديو اللي احنا هنشره حضراتكم النهارده وهي بتصف حال لسانها وبتواجد ابوها. يعني هي بتترجم لان ابوها راجل ابكم واخرس ولا بيتكلم ولا بيسمع يا ساده، لكن هي هتترجم الاشارات بتاعته وبتوصف لنا الحاله اللي هم واقعين فيها والقرب من اولاد العمومه. يعني اللي بيتعدى عليهم هو العم واولاده الخمسه، ضربوا الاب بالاقلام والبنيات وحاجات من كده، لكن الاب مازال مستمر بتمسك بحقه في البيت لان البيت طبعا بيقع في مكان متميز. وهنا العم واولاده الخمسه عاوزين يجوروا على الاب ويطفشوه من القريه هو وجزء البنات وجزء الاطفال الصغيرين. طبعا يوم الواقع اللي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا ان اولاد العم بداوا ان هم يضربوا العم ويضربوه بالاقلام لحد ما اغمى عليه اكتر من مره، وعامل الراجل مركب دعامتين في القلب، وزوجته سيده مريضه عندها الضغط والدوالي وقاعده الفراش. هنا البنت سمعت الضرب فطلعت، لكن حدث ما لا يحمد عقباه. بداوا ان هم يتناوبوا على البنت بالضرب وبتجريد بعض الملابس وخاصه البنطلون، لانها بتقول انا مش عارفه هم كان غرضهم ايه ان هم يعني ما بدل يضربوني. وطبعا بتعرض قدام حضراتكم، هتعرض معانا الصور اللي هي اثر الاصابات اللي تعرضت لها هي ووالدها، ووالدها هيتكلم بس بالاشاره. مش هنحرق الفيديو، هنقدمه لحضراتكم الان علشان نشوف اراء حضراتكم واللي يقدر يساعد الناس دي باي شيء. مش بنقول مساعدات ماديه يا جماعه عشان ما فيش حد يفهم المناداة خطا، لا احنا عاوزين نساعدهم باللايك وبالشير وان الفيديو ينتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي علشان الغلبان ياخد حقه. يلا بينا نشوف الفيديو، منتظر اراء حضراتكم في الكومنتات. اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. النهارده متابعينا متابعي مصر اليوم من داخل مدينة البرولوس يرصد مأساة هبة. هبة حاصلة على ليسانس. هبة تعتبر هي الأب لأن الأب من ذوي الهمم. تعتبر هي الأم، هي الأخ. هبة تتعرض لمأساة يوميا. تعالوا متابعينا متابعي مصر نسمع ونشوف مأساة هبة. مرحبا بك يا مرحبا بك يا استاذ محمد. يوم كنت عايز استشارتك. مرحبا بك يا استاذ احمد. تبعت لنا واستجاسات وعياط وقهر. ايه بقى اللي فيه فين؟ انا بيتم ظلمي، ظلمي جامد. انا ماليش حد الا ربنا. انا مش لاقي حد معايا، وحتى الناس اللي بتقف معايا بتحاول تساعدني، والناس اللي بيحاولوا يعتدوا علينا دول بيروحوا يهددوهم. انا مش عارفه اروح فين. انا دلوقتي انا بنته الكبيره، انا البكريه، اروح فين؟
انا 23 سنه داخله في ال 24، انا يعتبر والدتي عجزه، والدتي عندها غضروف في ظهرها ومرض الضغط، والدي مريض قلب ما بيتكلمش ولا بيسمع، عندي اختي 17 سنه وعندي 2 اخين تانيين بس اصغر مني، ما لهمش في اي حاجه. انا دلوقتي مش لاقيه حد يقف جنبي، اروح لفين؟ انا يعتبر كل حاجه، ابويا يتعب امشي فيه، امي تتعب امشي فيه، وحياتنا ما يعلم بها الا ربنا، مش عارفه اروح فين. طب جت في يوم كنا عايشين، محدش عارف عننا حاجه، ومحدش سمع بيسمع لنا صوت. جيت في يوم لقيت بيتم البناء، البنا في بيتي. رحت استغيث بعمي الكبير، قلت له يا عمي تعالى شوف اللي بيحصل فينا، وكنا في 15 شعبان، في شبابيك بتتفتح في قلب وسط الدار بتاعي، انا مش عارفه اعيش، وكمان الشبابيك بتتفتح، يرضيك يا عمي؟ افضل متعريه طول عمري، يعني الناس كلها بتبص عليا، وكمان يتفتح شبابيك في قلب بيتي؟ قال لي لا يا بنت ما يرضينيش، جه معايا حاول يوقف، بصراحه حاول يوقف، شتمه وبهدله، ومعمي مشى. قال لي يا بنتي انا مش قادر اعمل حاجه. قلت له اعمل ايه يا عمي لما انت راجل وبتقول لي كده؟ امال انا البنت اعمل ايه؟ فضلت قاعده في الشارع حاطه ايدي على خدي. قال لي صوتي. قلت له نعم. قال لي صوتي. قلت له ازاي يا عمي؟ قال لي صوتي لو هما بنوا وفتحوا شبابيك عندك صوتوا واستغذوا الناس، خلي الناس توقفهم، انا مش قادرهم. لما عمي الكبير اللي بعد ابويا، انا ماليش حد اروح فين؟ يقول لي كده، انا كبنت اعمل ايه؟ وبالفعل تم البناء وفتح الشبابيك العصر، وقمت رايحه، بس امي بتوقفهم، امي بتحاول توقفهم، شتموها باكبر الشتايم، شتموني وسبوني في عرضي، معايا تسجيلات، معايا زمايل البنات مسجله تسجيلات، لو حد سمعها عقل انسان هيدفن نفسه، لو حد عنده نغوه والله ما يقول كده على السطح قدام الناس، البنات كلها سمعت، مسوقين سمعتي، كل ما اقعد في قعده، كل ما حد يتعاطف معايا يسوقوا سمعتي، مش اروح فين؟ ماليش حد غير ربنا، انا ماليش حد غير ربنا. بالفعل تم البنا وفتح شبابيك في قلب البيت، انا حاولت اصوت واستنجد لما لقيتهم بيشتموا في امي، طلعت صوتت في الشارع وانا لابسه انزالي، تم تصويري من قبل حاتم الالفاظ اللي بيقال ان هو ابن عمي، اللي المفروض دول اهلي ولاد عمي، اما يعروني ويضربوني ويبهدلوني ويجوا على ابويا، وانا ماليش الا ربنا، الغريب هيعمل فيا ايه؟ قولولي بس كده، الغريب هيعمل فيا ايه؟ انا بقالي سنه عايشه في غار، اقسم بالله يا ربي عايشه في غار وذل وسكته، علشان تخلص الموضوع، يخلص بالراحه، مفيش خلاص، قسما بالله يا ربي يا ربي، بقيت بتحايل على الناس بتوع القعده يتجمعوا، من كتر قله الادب اللي بيتم التطاول على بتوع اللجنه، بتحايل الم بتوع اللجنة عشان اخلص، عشان اعيش في امان، انا عايشة في رعب، بيتم تهديدي. حضرتك جيت، انت حضرتك يا استاذ احمد دخلت عندنا البيت، في كاميرات في الشارع، انت دخلت عندنا سرقة، انت شايف الوضع اللي احنا فيه، اي حد بيجيني حاطين كاميرات قدام البيت، اي حد بيجيني عايزين يعرف، انا مش عارفه اعيش، انا واختي 17 سنه، ملهاش في اي حاجه، اروح فين باختي؟ اختي اتمسكت، اتسحلت، اتضربت في الشارع، وانا اتضربت واتبهدلت واتعريت في الشارع من تامر الالفاظ، واحد اسمه حاتم الالفاظ ماسك، معلش ايه بقى، كلميني، عملت محاضر؟ ايوه انا عملت محاضر، وما فيش حاجة بتجيب نتيجة، وما كانش معايا معاملين، وما كانش معايا حد الا ربنا، كل انا مش عارفة حد يوقف لي، اجيب منين؟ اروح فين؟ مش لاقية حد غير ربنا، حرفيا حتى عمي قال لي انا مش قادرهم، من كتر اللي عملوه بقى خايف يقف معانا، ما بقاش عارفة اعمل ايه. طلعت صوتت في الشارع بستنجد بالناس وانا لابسة الفستان، تم تصويري قدام الناس في الشارع، مش في حته، في الشارع، وتقلي انا هعريكي وهنزلك على النت واخليكي عبره، اللي ما
يعني اقعد اقرا وهبعتها، كان في ناس متقدمين لي وهبعتها للناس اللي جايه لك قدام عمي الكبير، قدام عمي الكبير. يا عمي يا عمي يا محمد تتقال لي كده ولا لا؟ يا عمي في قلب الشارع يا عمي، وانا ابويا عاجز يا عمي، اروح لمين بس يا ربي؟ ما بقتش عارفة أعمل إيه، ما بقتش عارف، ما بقتش عارفة أروح لمين. رحت النقطة حاولت أشتكي، رحت المجلس كذا مرة قبل ما أروح النقطة، محدش جه معايا، محدش استجاب لي من بتوع المجلس، ما عرفتش أروح فين، عملت شكاوي. ده أرقام الشكاوي، ده أرقام الشكاوي. أرقام الشكاوي عندي على التليفون، أرقام الشكاوي عندي على التليفون، عملت كذا شكوى، عملت كذا شكوى، مفيش استجابة عشان حد يجي معايا. بس دي صور ايه ليكي وانت مضروبة؟ دي صور ليا أنا وأختي وأنا مضروبة ومتبهدلة أنا وأختي 17 سنة تتمسك وهي جاية من المدرسة. ده يرضي مين؟ أختي 17 سنة جاية من المدرسة بهدوم المدرسة دي، هدوم المدرسة، تيجي من المدرسة تتصحن في الشارع ليه؟ ليه يعني؟ أنا في عهد مين؟ هو إحنا كفرنا؟ ان شاء الله باذن الرحمن الرحيم الشرطه المصريه. يا انا بستنجد بكل ما تقول، انا بعهد، انا بعهد الرئيس، انا بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحصل فيا كده، بيحصل فيا كده يا اختي. انا والله العظيم ما كنت عايزه اطلع لايفات، انا والله العظيم ما كنت عايزه اعمل حاجه، انا والله العظيم عايشه في انا بحاول اجيب حقي. القانون ما انا عارفه، العرف ما انا عارفه، بالمجلس ما انا عارفه، طب اعمل ايه؟ اقف اوقف انا يتم الاعتداء عليا مره واتنين وتلاته واربعه، انا وامي واختي، وابويا مش موجود، وفجاه ابويا يجي يتم التعدى علي. انا والدي من دول ملهمه صم وبكى، ما بيسمحش، مركب دعامتين في قلبه. انا برضو لما عملت ابويا تعب ما لقتش حد واقف لي، الناس بتقول دول اهلي، المفروض ان هم بيقولوا ان هم اهلي، المفروض ان هم بيقولوا ان هم اهلي. ابويا لما تعب ما لقتش حد واقف لي، انا مش جيت اعمل ده عمليه ابويا على نفذ الدوله، انا اللي كنت متمرمطه بابويا، ما حدش وقف لي، امي برضو تعبت، مش لاقي حد، انا مش لاقي حد الا ربنا. انا بقى لما دوق انا عايزه اوجه حاجه لحضرتك، اوجه حاجه للناس، انا لما دول اهلي يا ناس دمي راح، مين الناس اللي بتقول عصاب؟ ولاد عمي عصاب، بيعملوا فيا كده وماسكني في الشارع، واحد ماسكني في الشارع بيعريني، انا لسه جامعيه معايا ماجستير، ما خلصت كليتي، يتعمل فيها كده في الشارع، وواحد يشوفني ويروح يقول للناس البنت تعمل فيها واحد اتنين تلاته، ويس كلهم الوان هدومي. عملت محاضر يا فندم، عملت بدل المحضر محاضر واتنين وتلاته واربعه، وكانش معايا محامي. ليه كل الخلل ده بسبب ايه؟ بسبب ان والدي عاجز وما عايزين يستولوا على البيت، عايزين يطلعونا منه، عملناش حد الا ربنا، وشايفين ان احنا ملناش حد وغلابه واقل من القليل بيرضينا، عايزين يطلعوا والدي. اروح فين انا والدي؟ انا اصلا عايزه اطلع من هنا، انا عايزه اطلع من هنا، انا ما يشرفني والله، انا ما يشرفنيش، انا بقيت بخاف اطلع بره، ما بقتش عارفه ارفع عيني، انا بحاول اطلع بره افك عن نفسي، بشوف الناس بخاف، بقيت بخاف من كل اللي حواليا، بقول يا ناس لما دول ناس اهل بيعملوا فيا كده، امال الغريب بقى يعمل فيا ايه؟ انا وابويا فضلت سنه سنه يا ناس بتعذب، واقسم بالله العلي العظيم بنام، بصحى على كوابيس كوابيس، اقسم بالله العلي العظيم، انا اللجان العرفيه اللي قعدت، في ناس بكت على حالتي لما سمعوا الجهود وعرفوا قصتي، بكت على حالتي، طب انا اعمل ايه؟ ناس بالتعاطف، وانا اصلا كل الناس متعاطفه، كل الناس بتدعي لي، كل الناس متعاطفه، انا اعمل ايه بالتعاطف وانا حقي رايح؟ انا اعمل ايه بالتعاطف وده الظلم ده مقام عليا؟ انا افضل كده وافضل كده لحد امتى مظلومه؟ افضل كده لحد امتى عايشه في انا ومذله؟ انا عندي ارحم ان انا اقعد في اوضه وما اقعدش في فيلا واقعد
انا قاعده في ايه اصلا؟ انا اقعد في اوضه ومرتاحه نفسيا، ولا اني اقعد جنب ناس بيكرهوا بعض بالطريقه دي؟ عايز عاملين على ابويا، عاملين على ابويا الغلبان، بيستغلبوا بيا الغلبانه، وعشان انا بنته الكبيره، وعشان عارفين ان اخواتي ملوش حاجه، ما بيعملوش حاجه، اخواتي اتمسكوا واتسحلوا، اتضربوا، وانا اتضربت واتسحلت، طلعت على المركز، الناس شافتني، الناس كلها شافتني، طلعت على الطريق بتاعي السكه، اغمى عليا، واحدة ست حضنتني من ستر ربنا، قمت من ما فقت، لما فقت بقيت بصوت وبقول لهم يا رجالة البلد، يا رجالة البلد، على السكة على الطريق في رمضان، في رمضان يا خلق، بقول لهم اطلعوا روحوا لأبويا، روحوا لأبويا، أبويا بيموت هناك، ناكسين علي 5 بشوام وحديد، لولا الجماعة اللي زمايل أبويا اللي ما بيتكلموش وبيسمعوا جيراننا هنا برضو، هم اللي أخدوا الحديدة من إيديهم ورموها. والبنت بنتهم شغاله تبع المباحث، مرشده تبع المباحث. طب انا اعمل ايه؟ جايه تضرب ابويا، ابويا بيستريح بعد ما اتضرب. في محاضر يا فندم، وطلعت منها، وفي اخر مره تم التهجم عليا انا واختي، التعدد. عملت محضر قبل كده وطلع منها. المحضر الاخراني اللي تم التهجم عليا انا واختي، وحصل لنا بالمنظر ده. ماشي، اعمل انا تعبت والله يا استاذ احمد، انا ما بقتش قادره، اقسم بالله يا ناس انا ما بقتش قادره. لو عندكم حاجه غير الكفر بالله ان انا اموت نفسي، ان انا اموت نفسي، انا تعبت، انا تعبت، انا تعبت، ما بقتش قادره، مش عارفه قادره. انا ما طلعتش كده الا لما فاض بيا، اقسم بالله فاض بيا، ما طلعتش كده الا لما خلاص. دايما انت يعني كان كنت لايف كان دي بعيده، لكن اصرت لايف لما لقيت نفسك، لما لقيت نفسي ما فيش حد، ابويا كان واقع مني، جاي له الحاله بتاعه قلبه، ما فيش تنفس. عملت لايفات، اتصلت بالنجده 15 مره يوم ما تهجموا عليا. استنجدت برجاله القعده، يبعتوا لي ناس من النقطه، محدش جاني، ما لقيتش قدامي اللي التليفون والنت، عامل ايه اسيب ابويا يموت عشان ما اطلعش استنجد بالناس وحد يلحقني. طلعت لايف وخدت ابويا، ناس جاتني اخدتني ودتني المستشفى انا وابويا واختي سايحه في دمها. الناس اللي كانت في المستشفى وشافتني، الناس اللي كانت في المستشفى كان هي اللي هتقولي حالتي كانت عامله ازاي. وخدوني، خلصت وعالجت ابويا وخلاص، وما عملوش تقارير طبيه في البرج، وخدونا بمحضر كيدي من الطرف التاني، بان والدي وانا واختي متعدين عليهم وضربينهم، متعدين على رجاله وضربينهم، واحنا اللي متكسرين ومتدشدشين ورايحين. خدونا النقطة، انا رايحة النقطة متشالة على كرسي، انا متشالة على كرسي. كلميني يا بنت، عايشة في البيت ده، البيت ده كام اوضة؟ البيت ده اصلا كله مش بتاع والدي، انا والدي ليه قطعه صغيره والباقي بتاع ورث عماتي، واحنا اصلا عايشين وحمد ربنا، انا مش عايزه حاجه من حد، انا مش عايزه حاجه من حد، انا عايزه اعيش بس مش في ظلم، مش عايزه اعيش في ظلم، انا مش عايزه ظلم الجيران، يا ريت جيران، دم، بيقولوا عصب، عملوا فيا انا كده واختي لي، ايه اللي يخليك تمسكني تقلعني؟ بصيرني في الشارع، رحمة مين؟ ده انا لو كنت قتلاك، ده انا لو كنت ماشي على الارض، مين اللي اعطاك الحق؟ ده انا لو ليا 1000 واحد في ظهري، مين اللي اعطاك الحق ان انت تمدي ايدك عليا وعلى هدومي وتعريني وتخلي الغريب يبص عليا؟ ده بدل ما تغطيني، ده انا لو عريانه في الشارع، الغريب هيمسك الغطا كده ويغطيني ويداريني، انما انا ما لابسه هدومي، بتعرهالي وراح اصلي العشاء، راح اصلي صلاه التراويح انا وزميلتي، زميلتي كانت معايا هنا والله العظيم يا استاذ احمد، زميلتي سابتني بره ودخلت الحمام والنور مطفي بترتعش وبتعيط من اللي حصل لي، من اللي شافته واللي احنا فيه.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت فيكم امري الى الله، طلبت كل صلواتي، كل صلواتي بقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، من تسويق سمعتي، ما خلتوش حاجه لما قلتها يا كفره، كل لما تلاقوا حد متضامن معايا وواقف معايا، تروحوا تقولوا له كلام وتسبوه في عرضي وتشتموني، عشان ابويا ما بيتكلمش، هو انا لو كان ليا عندي يا ناقص، انا كنت بتعمل فيا كده، ده كله عشان واقفه على حق ابويا، بقيت وحشه وفيا ارتبطت بالبتاع عشان واقفة على حق ابويا، انا لو وحشه اسيب ابويا ومش ههتم بحد، انا لو وحشه مش هعمل كده، انا ماليش عند، انا بقول عازمين وانا بعمل وكيل، ربنا الرسول وربنا قال لكم كلمتين، ما تخافوش من اي حاجه في الدنيا، الموت ما تخافوش منه، ما تخافوش من اي حاجه في الدنيا، خافوا من كلمه من انسان مظلوم قال لكم حسبي الله ونعم الوكيل، وانا بقولها لكم وانا مظلومه ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فوتت فيك امري يا رب، فوتت لك امري يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. اختي 17 سنه يا استاذ احمد، ما بتعرفش تذاكر، ما بتعرفش تذاكر من اللي حصل لها، نفسيتها في الارض، انا عايزه اتعالج نفسيا من اللي حصل لنا واختي، احنا مش عارفين نعيش، مش عارفين نعيش، انا عمري ما طلبت من حد حاجه، انا عمري ما طلبت من حد حاجه، واللي في جوانا واللي جوه بيتنا لو ما فيش خالص ما بنتكلمش، ليه بيحصل فينا كده؟ ليه بيحصل فينا كده؟ ليه؟ ليه بس؟ أنا بنجد كل المسؤولين، أنا بنجد كل المسؤولين، كل مسؤول يحطني مكان بنته، يحط أبويا، بلاش أنا لو جدال مش بلاش، بلاش أنا أبويا، أهلي، أنا مش عايزة حاجة، والله العظيم ما أنا عايزة حاجة، والله العظيم ما أنا عايزة حاجة، وأنا مش متسابة، أنا بيتم تهديدي، وأي حد بيقف لو حد شير الفيديو ليا بيروحوا يدخلوا له ويروحوا يهددوه، في ناس متهدده بانابيب غاز تولع فيها، وانا متهدده بميه نار، هروح فين؟ وغير تجويز سمعتي، غير تجويز سمعتي، غير تجويز سمعتي، انا اختي نروح فين في وسط الديابه دي بس؟ نروح فين في وسط الناس الديابه دي بس؟ نروح فين؟ ازاي يحق له؟ يحق له ازاي؟ ده لو واحد شاف واحده عريانه في الشارع ومش كويسه، ومش كويسه هيخلع هدومه ويغطيها، ازاي يا ربي اموت؟ والله ما انا قادره، اقسم بالله يا ربي كل ما افتكر الموقف انا بموت، حرقه نار ولعه جوايا. اتقوا دعوه المظلوم فيك بينها وبين الله حجاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يقول المولى عز وجل دعوة المظلوم: وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين. ظلم النفس، ظلم النفس ده حاجة لا يتنفس، ما يرضاش ربنا. ربنا ممكن يتسامح في حقه إلا إنه يتسامح في حق الغير مش بتاعته. حق الغير ده حاجة مفيش ربنا بيتحمل، ربنا لا يتغاضى عنها، ربنا يعني مش عارف اقول ايه. هبه، هبه اللي عايشه حياتها في نار. انا انت عايزه اتكلم، انا تعبت، تعبت. بيقول لك هو بيتضرب، كان بيجيبوا فلوس وحاجات خدوها منه واتبهدلوا وضربوه، مش عارف يعمل ايه. بيقول لك اللي ضربوه كان سالف فلوس علشان، يعني سالف فلوس عشان خاطر امي، سالف فلوس عشان خاطر امي تعبان اتاخدت منه. طب فين هبه نيجي نعمل معاك لايف؟ كل ده كان الظلم اللي وقع عليك من الجيران، خاصه انت بتقول انا عمري في حياتي كنت افكر اني اطلع لايف. عمري ما عملت مشكله، عمري ما عملت مشكله ولا جبت لاهلي مشكله، وعمري ما بحب المشاكل، واي حاجه بتحصل واي مشكله بتحصل، اي مشكله تبع الجيران ولا اي حاجه ما حدش بيتكلم، ما بنتكلمش اصلا، بنسكت، احنا اصلا مش عارفين، احنا قاعدين في بيتنا كاتبين خيرنا شرنا، لا عارفين نعيش حلو ولا عارفين نعيش وحش. يا ربي طب نروح فين في وسط البني ادمين اللي ما بترحمش ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل؟ مش يشوفونا كده، يسكتوا، يسيبونا عايشين. بقالي سنة يا ناس ماشية، أنا بطولي وقسما بالله بطولي، أروح على كل واحد شوية وكل مسؤول شوية، أروح على كل واحد شوية وكل مسؤول شوية، مش عارفة طول حقي بالعرف، بالعرف عشان أخلص وأقعد في بيتي ونفسيتي ترتاح،
كميه القهر اللي انا عايشه فيها ما بين ناس ضلمنا وضربنا ومعريننا في الشارع ومتهجمين علينا ولحمنا ودمنا، وقاعدين في بيت لازق البيت في البيت، وكميه القهر بقى، وشوفوا ايه اللي بيحصل في كده، وكميه اللي بيحصل بقى من اي حد يجي عندنا وجه ده، ما اللي بتحصل. انا واحده صاحبتي لما انا اصحابي لما بتجوني، انا صاحبتي لما بتجيني بتخاف تخش الشارع قسما بالله، ما عاد حد بيجوني. انا اروح نفسي وانا داخل هبه كمان. انت حضرتك شفت بنفسك، حضرتك شفت بنفسك، انت داخل سرقه، انت داخل سرقه. انا ما اعرفش اطلع من البيت، انا متهدده. وما بعت لتهديد، كان ما بعت تهديد اخر قعده عرفيه مع حد من البنت اخرهم عندي جرد النار، هم الستة وضيعهم. انا مين هعمل ايه؟ طب اروح فين؟ انا لو كان ليا حد، هل انا كنت طلعت كده؟ ما انا كنت خدت حقي بايدي، ما كنتش طلعت كده. فين الظلم؟ ايه الظلم ده يا ناس؟ انتوا نسيتوا ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. نسيتوا ربنا؟ ربنا 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 هو اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل فينا ده؟ اللي بيحصل فينا من شويه؟ ايه كميه الظلم والقهر ده؟ اللي بيحصل من قتل وجرايم ده من قله نسيانكم ربنا. افتكر ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. حرام بقى، حرام. سيبوا الغلبان بقى يعيش، احنا ما تسكنناش، نفسي اعيش حياه كويسه ومحدش يجي عليا ولا اجي على حد. ما بحبش الظلم يا رب، ما فيش اي انسان يتعرض للظلم اللي انا تعرضت له. انا عايزه اللي تعمل فيا بلا رحمه انا واختي واهلي يتحاسبوا، الناس دي اللي عملوا فيا بلا رحمه يتحاسبوا برضو بلا رحمه. انا لو حقي اتساب، بنات مصر كلها حقها اتساب. لا يا بلا يا بلا يا بلا، احنا عندنا دوله قانون، ناس في دوله قانون، ناس في القضاء المصري، ناس في القضاء المصري. انا قضيتي كانت جنايات اتحولت لجنايات. انا مش عارفه يا وزن، انا مقهوره. سيبني يا وزن احمد، انا مش عارفه اتكلم، بتكلم من قهرتي. انا بتكلم يا جدعان من قهرتي. هبه انا عايز اتكلم بس براحتي كده. هبه انا مقدر اللي انت فيه، مقدر تعبك واذيتك وضربك والافتراء اللي حصل لك، ومقدر كل ده. بس انا عايزك تعرفي ليه، والمجلس ليه، المجلس ليه بيساعدهم ليه؟ انا رحت من الاول، رحت من طلبت النجده، انا طلبت النجده عشان يا استاذ احمد حد يجيني من المجلس. محدش جاني الا بطلب النجده الساعه 11 بالليل، وموقفوش الشغل بدل ما يسمروا الخشب بتاع الصبة، ومشى الناس مؤقتا، والساعة 12 ولا واحدة بالليل بدأوا الشغل. اتصلت انا على فرج عيسى، الأستاذ فرج عيسى، وهو جارنا هنا، هو ده اللي مشى الدنيا. هو اللي قال لي سيبوهم يشتغلوا، اسيبهم يشتغلوا؟ قال لي سيبوهم يشتغلوا وبكره الصبح. طب انا بعمل حاجه، انا بتصل عليك عشان تيجي توقف لي، انا بعمل حاجه، سيبوهم يشتغلوا وبكره الصبح انا لو لقيتهم صبوا، ومع انه جارنا وسمع الشغل وهو شغال وسمع الاصوات، سيبوهم يشتغلوا، وانا بكره الصبح لو بنوا حاجه تربقها على ما على دماغهم. طيب ما جيتش ليه؟ جه تاني يوم ماشيه بورقه قانوني علشان المساله القانونيه، عرضتهم عني هبه، والبنيه فضلت مبنيه والشبابيك فضلت مفتوحه. حاولت اروح لرئيس المدينه، ما عملليش حاجه. رحت لرئيس المدينه 3 مرات او 4 مكتب، ورن عليه يتهرب مني، قال لي انت جيتك لوحدها انذار. حصل ولا ما حصلش؟ انت جيتك لوحدها انذار. قلت له رحت للمحافظ وببعت لك قرار ازاله، الانذار ازاله. قال لي انت جيتك لوحدها انذار وما تعمليش حاجه، وانا ههدي لك الخارجه وهقفل لك الشبابيك. فضلت 3 اسابيع راح جاي المكتب بتاعه ما لقاهوش، لحد ما لقيته بيرصف اساس، بيرصف اسفلت على الطريق. وقفته على الطريق، وقفته على الطريق قدام الناس كلها، وانا بنت وهو راكب عربيته ومش راضي، اللي هو بعد عني شايفني وانا بدور عليه. انا اروح فين؟ وقفت عربيته وقلت له انت قلت لي الاسبوعين اللي فاتوا ان انت هتهدلي الخارجه وتسدلي الشبابيك، فين اللي حصل؟ فين اللي حصل؟ تخيل اللي يرد عليا يقول لي ايه؟ انا مش فاضي كمان شويه كده، شويه كده وانا هسدلك الموضوع ده، اطمني. قلت له يعني ايه؟ انا رايحه للمحافظ وهشتكوكم كلكم. امه جاء واحد من ضمن اللي شغالين معاهم اما هديني وقال لي ما تخافيش، ما تروحيش للمحافظ ولا تروحي الحته، لو من الخميس للسبت لو احنا ما تسدني لكش الشبابيك وقصنا لك الخارجه، وقصنا لك الخارجه قبل الشبابيك، روحي للمحافظ.
يوميها الخميس بالليل الساعة 2 بالليل. الكلمة وكان موقع مصر يوم يا هبة بتودي رسالة وبلاغ للهوا على الهوا مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. يا سيادة المحافظ أنا سبق ووقفتك بالعربية، وقفتك وقلت يا سيادة المحافظ، من أنا ما وقفتش قدام العربية، أنا وقفتك وجاورت وقلت للمحافظ، قلت لك يا سيادة المحافظ أنا عايزة أقابل سيادة المحافظ، أنت نزلت لي نزلت لي، أنت فاكرني؟ يا سيادة المحافظ أنا عايشة في قهر بسبب بتوع المجلس واللي عملوه فيا وبسبب التعدي، أنا لما أجي أنا مش عارفة أعيش، مش مستورة، والشبابيك اتسدت وجواها النجارة، اتسدت ربع طوبة، الشبابيك التحتانية والشبابيك الفوقانية مفتوحة، حاجات سوري بيطبطبوا بها عليا كده مؤقتا، طب انا اروح فين لما انتوا المسؤولين؟ يا مسؤولين يا سياده المحافظ انا زي بنتك يا سياده المحافظ، يا سياده وزيره، يا وزيره التنميه المحليه، يا رئيس الجمهوريه، يا فتح يا زيزي، يا رئيس الجمهوريه، يا رئيس الجمهوريه، بالله عليكم حد يلحقني، حد يلحقني من اللي انا فيه ده، لان انا والله العظيم والله بالله والله بالله عايشه في رعب، عايشه في رعب ومش عارفه عايشه انا واهلي، وما لناش عد ولا زند غير ربنا. متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعي مصر يوم، رصدنا لكم مأساة هبة. هبة بنت من مدينة برج البرولوس تعاني على حد قولها ان هي مصدومة، تم التعدي على ممتلكاتها الخاصة او ملكها ملك والدها، وتوجهت بمحاضر الوحدة المحلية من مجلس مدينة، و على حد قولها بتقول ان في محاضر وفي استغاثات. طبعا جينا بناء على استغاثات هبة للموقع، جينا نشوف نرصد مأساتها وللحق الثاني للطرف الثاني حق الرد، ان كان عنده رد، ان كان عندك رد ديك حق الرد، تعالوا شوف واتكلم ورد على كلام هبة البنت اللي هي الام والاب والاخت، ولدها راجل من ذوي الهمم لا يستطيع الكلام ولا التحدث، مريض، ولدتها ست مريضة. هبة قدرها ان هي كبيرة، قدرها ان اخواتها الصبيان صغيرين، هي اللي شايلة الحمل وبتناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.